ايوه صباح، ازيك؟ عامل ايه؟ صباح عاملة ايه؟ الخير. كله بخير؟ صباح الفل. تمام الحمد لله. شكلك الحمد شعيرة. لله. نعم شعيرة بإيه؟ الو. بقولك انت شكلك شعيرة، بتكتبي؟ لا مش شاعرة ولا حاجة، بس أنا كنت بكتب وأنا في أولى ثانوي أو في تالتة إعدادي بمعنى أصح. كان عندي 12 سنة أو 13 سنة. أول حاجة فكرت أكتبها كان في الوقت ده كنا في المدرسة، وكان في يعني بس أنا مش فاكرة الحدث قوي، بس كانوا بيقولوا يعني إن فلسطين كانت منهارة والقدس كان والكلام وقت ده. انتفاضة فلسطين، ده كان وقت الانتفاضة. فأنا اتأثرت، وفي المدرسة كلهم كانوا زعلانين. كان وقت وقلت اغتيال بقى أحمد ياسين أعتقد. أنا مش فاكرة كان بالظبط وقت، الحدث اللي كان أنا كنت الوقت تحديدا صغيرة، ما كنتش كان فاكرة. طبعا القضية الأشهر محمد الدرة، كان وقت الدرة. صح. ما كنتش فاكرة قوي، بس أنا اتأثرت قوي، وبعدين لقيت انت نفسي بقى مواليد واقعة في الكورة 85 ماسكة. 87 لا 84 لا ده أنا مواليد 94. 94. ده انت كنت أنونة. بقى لا لا لا، يبقى صغنونة. اللي بقولك عليه ده. لا أنا مش فاكرة الحدث قوي. أنا مش فاكرة، بس أنا فاكرة إن إحنا اتأثرنا يعني، ولقيت نفسي بكتب عن القدس وفلسطين على السبورة الله. كده وأنا واقفة. دي كانت أول طب حاجة فاكرة يعني كتبت فكرت ايه أكتب. اول حاجة؟ فاكرة ده. أنا متجوزة وعندي ولد، بس ما شاء الحاجات الله، عندي كشكول يعني كاتبة فيه الحاجات دي. برافو عليك ان انت محافظة عليه. كاتبة ايه بقى؟ سمعينا. كاتبة هيا بنا يا مسلمين، الحقوا أرض فلسطين، علشان إحنا مش مستسلمين. في قلوبنا إرادة وعزيمة، في قلوبنا قوة عظيمة، في قلوبنا كرامة وشجاعة، وفي الجد بننسى المتاهة. عندنا التضحية، عندنا فخورين بشباب شعبنا، عندنا نضحي بعمرنا من أجل تعمير قدسنا، عشان ده ما يرضيش ربنا. عندنا الأمل في بكرة، عندنا العمر، عندنا القدس في قلوبنا ليه ذكرى. القدس يا شباب العرب، يا جيل الماضي والحاضر، القدس مش كلمة بتتقال، القدس ده بيت الله الحلال. مش هنسيبكوا تاخدوه مننا، مش هنسيبكوا تهدموا أرضنا وشباب شعبنا، ولازم ترجع من تاني تنور شمسنا. وفوق كل ذلك الله معنا في كل مكان، وإن شاء الله ينصرنا عليكم، وهنعيش ونزل فيكو بكرة تشوفوا بعينيكو نتبكوا بعينيكو، ومش هنسيبه للغير، ولم يعد لنا بعد ذلك إلا الخير. دي كانت أول حاجة طب يعني لما والله كنت بفكر يعني إن أنا بصي حلوة أوي يا هند حلوة، والله. يعني مليانة شعور. بتاعك وقتها كان عامل ربنا ازاي وشعورنا يخليك. جميعا؟ يعني نشكرك جدا صباحك يا هند. ورد.